31000 إذن اليوم راكم يعني في تغطية الحادث حول يعني بيع مادة الموز على مستوى السوق التضامني على مستوى المحطة البرية ببيجاية بلدية بيجاية. اليوم يعني بعد يعني الاتصالات اللي درناها مع هذا المستورد يعني طلبنا منه باش يشارك ويساهم في هذا السوق يعني. ومنذ يعني الفاتح مارس راه يقوم بعملية البيع بسعر يعني 270 دينار جزائري للكيلوغرام مقارنة مع يعني السعر يعني جد تنافسي يعني ومقبول ومعقول مقارنة مع ما يتداول في السوق يعني بباقي الفضاءات التجارية الأخرى. وبالتالي يعني هذه الأسواق التضامنية راهي تساهم يعني في كسر الأسعار ومحاربة كل أشكال يعني المضاربة غير المشروعة أو الرفع غير المبرر للأسعار. وبالتالي نطمئن المواطنين تاعنا أن هناك كميات أخرى سوف يتم ضخها على مستوى هذه السوق وبعض النقاط الأخرى تاع البيع التي تم استحداثها خلال شهر رمضان الفضيل. وبالتالي يعني تكون أسعار جد تنافسية ترضي يعني الطبقة تاع المستهلك يعني وتبقى يعني هذه الأسواق يعني هذه السنة مقارنة بالسنوات يعني السابقة كانت الوفرة وكذلك الاستقرار يعني الملحوظ تاع الأسعار مع قبل بداية شهر رمضان ومع يعني عشرة الأيام الأولى تاع رمضان. بلاطة يتمنى لكم رمضان كريم. شيبس لوكس يتمنى لكم رمضان كريم. مجمع زيرتوب يتمنى لكم رمضان كريم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.